اول مره مر لي عين ما راح تيجي على جحاكي جوز كلام روق ابو العز روق شو بتعمل شو اللي صاير بالحارة؟ والله يا عمي ابو حازم، عمي ابو عصام واولاده هاجمين على سهران، سمعوا قاتلين وقتل عشر كلمات. قال سمعوا قاتل مرته وطلع بالقرعة بالحارة. ماشي. يلا يلا جاييك. راح سمعوه. هلا كل هالعي والعياط والفضيحة قدام الناس بس لانه ما طاعتك؟ ليش قليلة المرة ما تطيع جوزها عمي ابو حازم؟ ليش انت الطاعة شلون بتفهمها؟ انه استعباد وتكسيرات؟ ولك ابني عيب عليك؟ انت خادم جامع لازم تكون اخلاقك من اخلاق الجامع. عمي انا لا خالفت لا الشرع ولا الدين. قليلة طلعتها على بيت اهلها بالقرعة؟ منبطشة. شو بدك اياها يعني مثلا تضل معك لحتى تموتها؟ رح اقول لك كلمتين من الاخر. دلال بدها ترجع ورجلها فوق راسها. ولك يا عمي دلال الله يعينها من بين ايديك، الله يعينها. يا عليم الله انا ما بقدر بتحملك دقيقتين، شلون ما تحملتك هي؟ السلام عليكم. الحارة من هدى في مين بيحمي الدار بالحق يصور